معلومات عامة وثقافية. مهما اختلفت الاهتمامات الفردية والطبائع والمعارف، تعتبر الثقافة حصيلة مهمة للفرد الإنساني، حيث التنوع في المعرفة تجعل منه إنسانا مثقفا وعالما وواعيا ومتفهما بالمحيط الذي حوله، كما أنه ينخرط في المجتمع وما حوله بكل راحة وثقة وتعاون. معلومات عامة وثقافية. تنتج البقرة طوال حياتها 2000 كأس من الحليب. تهز الدبابة جناحيها 32 مرة في الثانية. السكر في الليمون أكثر من السكر في الفراولة. أقصر مسرحية في العالم كانت مدتها 30 ثانية. تمتلك الكويت أكبر حقل بترول في العالم كله. يعتبر الجمل من أقوى الحيوانات ذاكرة. اخترع المذياع في العام 89-800 ميلادي على يد هنري هيرترز الألماني، لكن لم يصل الاختراع إلى ذروته النهائية إلا بعد وفاته بعامين. أول جريدة عربية صدرت هي جريدة الوقائع المصرية. الدول التي لا تطل على البحار عددها 26 دولة. يشم الفيل رائحة الإنسان من بعد 500 متر. أول من صعد إلى العالم الخارجي هو الروسي يوري جاجارين، وذلك من خلال المركبة أفوستيك. شرب كأس من الماء البارد في الصباح ينشط الكبد ووظائفه. مكتشف الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس. أغنى رئيس في العالم هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تقدر ثروته بـ40 مليار دولار. للجراد حوالي 900 عضلة مستقلة. الغراب هو أول طائر عرف في الأرض. تعتبر المكسيك أول بلد عرفت الشوكولاتة. ظهر أول طابع بريدي في العالم عام 40-800 ميلادي. صاحب مقولة لولا أن الموت أتاني لكنت سببا في إسلام كل الدول الأوروبية هو صلاح الدين الأيوبي. اسم محمد من أكثر الأسماء التي تسمى في العام. الحيوان الذي لا يستطيع القفز هو الفيل. ابتكرت الطباعة لأول مرة على يد جوهان جوتنبرغ وهو مهندس ألماني. تعتبر أمريكا أول دولة عرفت التلفاز. الدولة التي لا تتغير فيها موعد الإفطار في شهر رمضان هي أوغندا، وذلك لأنها تقع على خط الاستواء الذي يتساوى فيه طول النهار مع طول الليل. أول دولة استخدمت النقود الورقية هي الصين. أيها المشاهد الرائع، نتمنى أن يكون موضوع اليوم قد نال إعجابك، ولا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها مواضيع قناة معلومات وأسرار، والضغط على زر الجرس لتتوصل بكل ما هو جديد. دمت في رعاية الله وحفظه.